أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر إبريل المنصرم، مقارنة بنحو 40 مليار و360 مليون دولار في نهاية شهر مارس، بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار. وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطيات من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. تنطلق اليوم بالقاهرة الأعمال التحضيرية للدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتعد واحدة من الآليات الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر والأردن لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المشتركة بين البلدين. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن. هذا ويضم جدول أعمال اللجنة العديد من الملفات المشتركة للتعاون، وأبرزها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة، وتنمية الاستثمارات البينية، والتعاون المالي والمصرفي، وتطوير التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية. في أسواق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,781 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 26,429 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 5,859 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 1% إلى قيمته ليبلغ مستوى 8,404 نقاط. أما في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط بعد أن عوض ضعف الطلب في الأسواق الفعلية تأثير مخاوف التوتر في الشرق الأوسط بعدما كثفت إسرائيل هجومها على جنوب قطاع غزة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 66% لتصل إلى 82 دولارا و7 سنتات للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 64% لتسجل 77 دولارا و8 سنتات للبرميل. كذلك هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.05% لتصل إلى $2.41 للتر. في المقابل زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.18% لتسجل $2.22 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تحالف أوبك بلس الذي يضم كبار منتجي النفط اتفق بالفعل على التحرك فيما يتعلق بإنتاج النفط إذا اقتضى الأمر. وفي تصريحات له أضاف نوفاك أنه ليست هناك حاجة للتنبؤ بالمزيد من خطوات أوبك بلس في حين ينبغي متابعة الوضع في السوق، مؤكدا على أن أوبك بلس أمامه أيضا خيار زيادة إنتاج النفط. ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، حيث واصل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع
مكاسب هما للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 12%، وزاد كذلك المؤشر ناسداك بنسبة 6%.